10 مليون مشترك على الشبكات الاجتماعية. Thank you. Merci. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى فترة باريس مباشرة المتواصلة هذا المساء وهذه الساعة الإخبارية الدولية الآن، وفيها نتوقف عند أخبار العالم وفقرتي الرياضة و24 ساعة في فرنسا. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. الرياض تصد هجوما على حدودها مع اليمن وتؤكد قتل عشرات المتمردين، والأمم المتحدة تقول إن إيران تسلح الحوثيين في اليمن منذ 2009 على الأقل. وكتائب إسلامية تطرد مقاتلين مؤيدين للدولة الإسلامية من معبر القنيطرة. وبرلمان كردستان العراق يرحب بمقترح للكونغرس الأمريكي بتسليح أكراد العراق وسنته، وبغداد تعتبره انتهاكا لسيادتها. أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الإخبارية الدولية. أعلنت السعودية أنها قتلت عشرات المتمردين الحوثيين بعدما صدت أول هجوم واسع النطاق ضد المملكة يشنه الحوثيون منذ استهدافهم بحملة جوية تقودها الرياض، في وقت قال فيه خبراء أمميون أن إيران تسلح الحوثيين في اليمن منذ عام 2009 على الأقل. سنعود خلال لحظات مشاهدينا الكرام إذا تيسر ذلك إلى مراسلنا في صنعاء عدنان الصنوي لمعرفة آخر التطورات. وعلى صعيد آخر، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن سفنها البحرية الأمريكية سترافق السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة عبر مضيق هرمز، وذلك لفترة محدودة. مع الآن مشاهدينا الكرام من واشنطن مراسلنا محمد سعيد الوافي. محمد أهلا بك ومرحبا، ما أسباب هذا القرار من وزارة الدفاع الأمريكية؟ ما الذي برره؟ لعل أهم سبب حكيم يضع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أمام اتخاذ هكذا قرار كما قال مسؤول في البنتاغون هو أن البحرية أو عفوا الحرس الجمهوري الإيراني تناوش مع بعض السفن التجارية الأمريكية، بل وسيطر على إحداها، وهناك نزاع قانوني على إحدى السفن التجارية وحمولتها التي أنزلت وتم احتجازها في المياه الإقليمية الإيرانية. وزارة الدفاع الأمريكية بصريح العبارة تقول نحن لا نريد خلق توتر دولي في مضيق هرمز، لكنه بدءا من اليوم وبدءا من اتخاذ هذا القرار سوف ترافق سفن من البحرية الأمريكية، أي من البحرية النيفي البحرية الأمريكية مسلحة، سوف تراقب وترافق كل السفن التجارية الأمريكية التي تمر بين إيران وعمان، أي بين مضيق هرمز. هذا القرار يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة النظر بحذر إلى تحركات القوات حماية المياه الإقليمية وقوات البحرية الإيرانية في المنطقة. هناك نوع من الكيل بحياد، دعني أقول بنوع من التروي من قبل الولايات المتحدة، وإن كانت تتخذ هكذا قرار مسؤولون في وزارة الدفاع أدلوا بتصريحات إلى العديد من القنوات التلفزيونية الأمريكية أكدوا فيها أن الأمر أصبح ضرورة وأن إيران تتجاوز اتفاقيات الملاحة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ما يترك الانطباع بأن الأمور وإن كانت تصير إلى نوع من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على الأقل في هذه الجزئية بالذات، لكن الولايات المتحدة على المستوى الحكومي وعلى المستوى الرسمي لا زالت تحافظ على خط الرجعة مع الإيرانيين، وخصوصا نحن نعلم أن هناك مفاوضات تسير على قدم وساق مع الطرف الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. نعم.
وإيران نشرت مدمرتين عند مضيق باب المندل حتى نضيف. كل الشكر جزيل لك من واشنطن مراسلنا محمد سعيد الوافي. عودة مشاهدينا الكرام الآن إلى صنعاء حيث مراسلنا عدنان الصنوي. عدنان أهلا بك ومساء الخير. كنت أتحدث عن الرياض التي صدت هجوما على حدودها مع اليمن وأكدت قتل عشرات المتمردين، وسؤالي لك يتعلق بآخر التطورات الميدانية عامة في اليمن. مساء الخير حكيم. مساء الخير. في الحقيقة في هذه اللحظة عاد القصف العنيف هنا إلى العاصمة اليمنية صنعاء. الدوي المضادات الأرضية تهز العاصمة اليمنية صنعاء فضلا عن هذه الانفجارات شمالي المدينة. الأهداف باستمرار هي معسكرات الحرس الجمهوري الموالية لنجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. الغارات أيضا ضربت في محافظات يمنية عدة، لكن يبقى حكيم ربما القتال مع الذهاب بعيدا ربما له ذات دلالة أو ذات معنى في ثلاث جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي محافظة مارب الغنية بالنفط على الحدود مع السعودية، حيث استمرت المعارك ضارية هناك بين الحوثيين ورجال القبائل المدعومين من الرياض. مقاتلة التحالف العربي قصفت مواقع الحوثيين في عديد المناطق في هذه المحافظة التي يقول الحوثيون إن شحنات الأسلحة السعودية بدأت في الوصول لرجال القبائل تباعا من برا من هذه المحافظة الشمالية الحدودية. في عدن أكثر من 20 غارة جوية ضربت مواقع الحوثيين لتعزيز المكاسب التي حققها مقاتلو الموالين للرئيس اليمني عبد الرب منصور. هذه الجبهة الثالثة هي محافظة تعز حيث أيضا يخوض الحوثيون قتالا ضاريا مع اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور. هذه جزيل الشكر لك من صنعاء مراسلنا عدنان ناصر. طردت كتائب إسلامية مقاتلي جيش الجهاد المؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية من معبر القنيطرة الحدودي بعد أن كانوا يسيطروا عليه مع جبهة النصرة في أيلول سبتمبر، وذلك إثر معركة مع قوات النظام. في الجبهة الجنوبية بسوريا وبعد قتال دام منذ مساء الاثنين، تمكنت كتائب إسلامية مقاتلة من طرد جماعة ما يسمى بجيش الجهاد المؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية من معبر القنيطرة الحدودي مع الجولان المحتل. هذه الفصائل تضم كتائب من بينها حركة أحرار الشام وعناصر من جبهة النصرة كانت قد سيطرت على معبر القنيطرة في أيلول سبتمبر بعد معارك ضارية مع قوة النظام. ذلك بينما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية صانا بسقوط عدد من القتلى والجرحى في مدينة حلب إثر إطلاق كتائب مسلحة من المعارضة لقذائف صاروخية استهدفت ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة والحديقة العامة الخاضعة لسيطرة النظام. كما تدور اشتباكات في حلب القديمة بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف وقوات النظام مدعومة بكتائب البعث من طرف آخر، وذلك بعد تمكن الكتائب المقاتلة من التقدم في المنطقة حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. أما في محافظة درعا ودائما حسب المرصد فقد قامت المروحيات التابعة للنظام بإلقاء البراميل المتفجرة على مناطق في درعا البلد وحي طريق السد ما أدى إلى خسائر مادية هامة. كما طال القصف بلدات وقرى من المحافظة كنوى والصورة وبصر الحرير أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين. يستعد العراق لنشر مقاتلين شيعة مدعومين من إيران في مناطق قبلية سنية إلى الغرب من بغداد، وذلك في خطوة يقول مؤيدوها إنها ضرورية لإلحاق الهزيمة بمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية. وفي خطوة أخرى أيضا لإلحاق الهزيمة بمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية، رحب أقليم برلمان وأقليم كردستان العراق رحب بمشروع القرار المقترح للكونغرس الأمريكي والذي يهدف إلى تسليح الأكراد والسنة، مؤكدا أن تسليح البشمرجة يساهم في تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في العراق والمنطقة أيضا.
ورحب كل الترحيب مشاهدينا الكرام في الاستوديو بسيد رامي الخليفه العلي الباحث في الفلسفه السياسيه. سيد رامي الخليفه العلي، اهلا بك ومساء الخير، شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوه هذا المساء. مساء النور حكيم، اهلا بك. ما تعليقك على هذا المقترح للكونغرس الامريكي؟ النقاط العدة يمكن الإشارة إليها، لعل النقطة الأولى والأهم والأبرز هو فشل الحكومة العراقية مع الميليشيات الشيعية المتحالفة معها في تحقيق تقدم حقيقي في الحرب التي تشنها منذ شهر آب الماضي، وبالتالي ربما الولايات المتحدة الأمريكية باتت تبحث عن وسائل أخرى في مواجهة التنظيم الإرهابي في محافظات نينوى وفي محافظات غرب العراق. هذه نقطة. النقطة الأخرى الحقيقة متعلقة بالحراك الاستراتيجي إذا شئت حكيم في المنطقة، لعل من أبرزه هو عملية عاصفة الحزم، وبالتالي تركت هذه العملية والرغبة السعودية بإيجاد منطقة نفوذ لها وعودتها إلى التوازنات الاستراتيجية في المنطقة ترك أثره على جميع الملفات ومنها طبعا الملف العراقي. نقطة ثالثة أيضا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الحرب القائمة الآن ضد تنظيم الدولة الإسلامية لا يمكن أن تنجح إن لم توجد هنالك قوة حقيقية تستطيع مواجهة هذا التنظيم. دعني أذكرك أنه في العام 2006 كانت هنالك مقاومة مشتعلة وظهر تنظيم القاعدة في هذه المنطقة، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية مع كل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها في مواجهة المقاومة العراقية في تلك المرحلة، واستعانت بما سمي في ذلك الحين الصحوات. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن تجربة الصحوات يمكن إعادتها، ولكن المشكلة الأساسية أن حكومة السيد حيدر العبادي التي وعدت خلال شهر سبتمبر الماضي بأنها سوف تقوم بإجراءات على أرض الواقع لكسب معركة العقول والقلوب، ولكن ما حدث حقيقة أنه عندما تقدمت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي باتجاه تكريت وباتجاه ديالو وباتجاه صلاح الدين كسبت بعض الكيلومترات، ولكنها خسرت بامتياز معركة العقول والقلوب بعد أن قامت بتصفيات ميدانية بحرق للبيوت وحرق للمزارع، وبالتالي فقدت الحاضنة الشعبية. الآن الحاضنة الشعبية الموجودة في تلك المنطقة في حالة الموازنة ما بين الحشد الشعبي من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية داعش، فإنها بالتأكيد تفضل الطرف الثاني، أقصد داعش، لأن داعش لم يبلغ في إجرامه ما بلغته قوات الحشد الشعبي. وبالتالي ربما لاحظت حكيم تصريحات السيد هادي العامري زعيم الحشد الشعبي وزعيم الميليشيات الشيعية الذي رفض الالتزام بما وعد به السيد حيدر العبادي بعدم تدخل الحشد الشعبي في تحرير مدينة الموصل. الواضح أنه لم يتم إشراك الحكومة المركزية في بغداد في هذا القرار، والدليل على ذلك أن بغداد مستاء جدا من هذا القرار وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها. دعني أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى هو الحديث عن السيادة، يعني الحكومة العراقية والعراق منتهك السيادة الحقيقة منذ عام 2003. لعلك تذكر قبل عدة أسابيع ظهور قاسم سليماني في أشرطة فيديو وتحريكه وقيادته لميليشيات موجودة على الأرض، بل وجود قوات إيرانية موجودة على الأرض. هذا أولا. ثانيا، أن قوات الحشد الشعبي تبدو خارج عن سيطرة الحكومة، وبالتالي السيد حيدر العبادي لا يمتلك سلطة حقيقية على الميليشيات الشيعية، وبالتالي ما أعتقد أن الحديث عن السيادة أمر ليس له أهمية في هذا الوقت. المسألة الثانية والنقطة الثانية، أن الحكومة العراقية تبدو في هذه المرحلة في أضعف أوقاتها، لأنها ببساطة غير متحكمة في المشهد، لا المشهد الأمني ولا المشهد السياسي. المشهد السياسي تديره باقتدار إيران بالتعاون مع حليفها الأساسي نور المالكي الذي ما زال يلعب دورا خفيا، وهو كما تعلم هو نائب رئيس الجمهورية في العراق، وما زال له تأثير على قوات الجيش وعلى قوات الحشد الشعبي وعلى القوى السياسية. أيضا الأكراد يبدون خارج السلطة نهائيا وليسوا ملتزمين بقرارات الحكومة العراقية، وبالتالي أستطيع القول أن اعتراضات الحكومة العراقية هي ليست أكثر من صرخة في وادي. أشكرك، أشكرك جزيلا، شكرا على قبول هذه الدعوة هذا المساء، كل شكر جزيل لك مجددا السيد رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية. شكرا لكم. قالت وزارة الدفاع الصينية أن بكين ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا منتصف أيار مايو في البحر المتوسط، وهي المرة الأولى التي تجري فيها الدولتان تدريبات عسكرية في هذه البقعة من العالم. الآن مشاهدينا الكرام تذكير بعناوين الأخبار. الرياض تصد هجوما على حدودها مع اليمن وتؤكد قتل عشرات المتمردين، والأمم المتحدة تقول أن إيران تسلح الحوثيين في اليمن منذ 2009 على الأقل.
وكتائب إسلامية تطرد مقاتلين مؤيدين للدولة الإسلامية من معبر القنيطرة. وبرلمان كردستان العراق يرحب بمقترح للكونغرس الأمريكي بتسليح أكراد العراق وسنته، وبغداد تعتبره انتهاكا لسيادتها. معي الآن مشاهدينا الكرام مع عبد الله العالي في فقرة وقفة مع الحدث، ونتطرق فيها إلى دلالات دعوة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للقمة الخليجية التي تحتضنها السعودية الأسبوع المقبل. عبد الله العالي، أهلا بك ومساء الخير. ما أسباب هذه الدعوة الاستثنائية التي وجهتها الرياض لأولاند؟ بالفعل حكيم، هولندا سيكون ضيف الشرف في القمة التي سيعقدها الخليجون يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في العاصمة السعودية الرياض. وفعلا هذه هي أول دعوة يوجهها مجلس التعاون الخليجي لزعيم دولة غربية. لماذا هولندا؟ كما قلت، لماذا؟ إنه نوع من التقدير السعودي لكون هولندا راهن منذ وصوله إلى السلطة منذ اللحظة الأولى بعد وصوله إلى السلطة على السعودية كحليف أساسي لفرنسا في منطقة الخليج والمشرق العربي. والاعتبار الثاني هو أن أيضا المواقف الفرنسية في ظل هولندا ظلت متقاربة إن لم تكن متطابقة مع المواقف السعودية في القضايا الرئيسية في الإقليم التي تهم الرياض. أولا، الرهان على السعودية بدأ حينما وصل إلى الحكم، فقد تراجع عن السياسة التي اتبعها سلفه نيكولا ساركوزي الذي جعل من قطر الحليف الأوثق لفرنسا في منطقة الخليج. أما المواقف فالسعوديون لا ينسون لهولندا كونه أبدى حماسا منقطع النظير وفريدا من نوعه بتوجيه ضربات للنظام السوري في صيف 2013، وأنه منذ تلك اللحظة ظل حريصا ومصرا على ضرورة رحيل بشار الأسد من الحكم، سواء كان ذلك مقدمة أو نتيجة لحل سياسي. ثانيا، لا ينسون ويقدرون له أيضا كثيرا أنه تمسك بصرامة شديدة في مواجهة إيران خلال المفاوضات بشأن برنامجها النووي، وأنه ملتزم التزاما كاملا بالهدف الأساسي للرياض في هذه المسألة، وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي. هذه الأسباب بالفعل أراد السعوديون أساسا أن يكافئوها من خلال هذه المعاملة التفضيلية التي خصصوها الآن يخصصونها الآن للرئيس الفرنسي. ولماذا جعل أولاند الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند السعودية الحليف الأساسي والرئيسي لبلاده في العالم العربي؟ عبدالله، هنالك عدة أسباب دعته لذلك. أولها غياب الدول الرئيسية في المشرق العربي التي كانت تقوم بأدوار ريادية في المنطقة. فالعراق أصبح تابعا لإيران بعد اجتياحه من طرف القوات الأمريكية في 2003، وسوريا مسرحا لحرب أهلية وإقليمية. أما مصر فينظر إليها الدبلوماسيون الفرنسيون اليوم باعتبارها دولة مرعية، دولة ترعاها السعودية وليست فاعلا إقليميا أساسيا يحسب له حسابه. هذا من ناحية. هناك الاعتبارات التجارية، فالفرنسيون لا يخفون أبدا رغبتهم في تصريف هذا التحالف السياسي إلى عقود تجارية ضخمة مع الرياض، ويقولون بأن الرياض هناك فرص حقيقية لإحراز ذلك، منها أن السعودية تتوفر على احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة، ومنها أن لديها احتياجات أيضا هائلة بالنظر للنمو الديمغرافي فيها إلى البنى التحتية والتكوين والتسليح، لا سيما في سياق حملتها العسكرية الحالية في اليمن. ولا توجد قضايا تعكر صفو على هذا التحالف ما بين الرياض وباريس؟ لا يوجد ما يعرقله في الواقع، لأن الاعتبارات التي تدفع البعض
إلى دعوة الدبلوماسيين الفرنسيين لالتزام نوع من الحذر فيه هي اعتبارات موجودة منذ زمن قديم وظلت تؤطر التعاون الفرنسية السعودية منذ الأزل. لكن بالفعل هنالك من يقولون بأنه يجب مراعاة حد أدنى من الحذر في التعاطي مع الرياض بالنظر لضبابية الوضع السياسي للمملكة، وهو ما دلت عليه الأحداث الأخيرة التي شهدتها الرياض في الأيام القليلة الماضية، وأيضا ونظرا أيضا لطبيعة الحكم في السعودية القائمة على ملكية مطلقة لا تسمح بأي نشاط سياسي حر وتنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع. جزيل الشكر لك عبد الله العالي، كنت معنا في فقرة وقفة مع الحدث. عبد الله شكرا لك، ورحب بنا وأنت كما جردت العادة دائما وديع في عاني. أهلا بك وديع ومساء الخير. مساء الخير لكما. شكرا، مرحبا بك. وربما خبر قد يهمك أيضا عبد الله، مواجهة استثنائية يوم السبت بين اثنين من أكبر الملاكمين في التاريخ. تماما، بين الأمريكي فلويد ماي وذر جونيور الملقب بماني، ماني كالأموال يعني، ربما الملاكم الأغنى في العالم، والفلبيني ماني باكايو وهو أيضا من بين أكبر الملاكمين في تاريخ هذه الرياضة العريقة، يوم السبت إذن في لاس فيغاس هذه المواجهة. تقرير أشرف عبيد. هي مباراة القرن بالنسبة للعديد من متابعي ومحبي الملاكمة. سيتواجه خلالها فلويد مايوذر وماني باكايو يوم السبت في لاس فيغاس. في رصيد باكيو 57 فوزا وتعادلان وخمس هزائم، أما الأمريكي فقد فاز بالمباريات 47 التي خاضها خلال مسيرته الاحترافية. إنها مواجهة من بين الأقوى، أعتبرها تاريخية، أنتظرها بفارغ الصبر. الموعد غدا قريبا وأنا متحمس جدا. ويعتبر فلويد مايوذر الرياضي الأعلى دخلا في العالم، وسيحصل على 150 مليون دولار من أجل خوض هذه المواجهة. كما تعرفون إنه عملي، إنها مهنتي، سبق أن جئت إلى هنا من قبل. أنا سعيد جدا لكوني أشارك في هذا الحدث، إنها أكبر مواجهة في تاريخ الملاكمة. مواجهة استثنائية وأسعار باهظة، حيث تتراوح أسعار المقاعد ما بين 1500 دولار و 7500 دولار. هذا وسيحضر اللقاء 16800 شخص يوم السبت في لاس فيغاس، وعشرات الملايين من المشاهدين عبر العالم سيخصصون لهم سهراتهم. تحدث الآن عن مصير نادي مارسيليا، نادي مارسيليا على المحك. تمام، نتكلم عن مصير مارسيليا هذا الموسم. مارسيليا نتذكر كيف بدأ الموسم بشكل استثنائي، كان متصدر للترتيب في فرنسا حتى منتصف البطولة، وفيما بعد تراجع الآن غدا خامسا في الترتيب. إذن ما بين النجاح في الجزء الأول من الموسم وهذا الفشل الحالي، سلسلة الهزائم المتتالية التي لا تتوقف أربعة على التوالي. الآن سيخوض مباراة هامة جدا في افتتاح المرحلة 35 غدا، يتواجه مع ماس الفريق الذي يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة في الترتيب. مارسيليا تراجع إذن إلى المرتبة الخامسة، يتخلف الآن بفارق 5 نقاط عن موناكو ثالث الترتيب. موناكو طبعا في المراتب الثلاثة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال، ومتأخر أيضا ب3 نقاط على سانت إتيان الرابع الترتيب. الوهم يريد استعادة التوازن وأن ينسى هذه الهزيمة القاسية التي مني بها في المرحلة السابقة على أرضه على ملعب الفيلودروم أمام لوريون 3-5. نحاول أن نفهم لماذا لم نعد نسيطر على مبارياتنا كما كنا نفعل قبل بضعة أشهر. نحاول أن نفهم كي نجد الحلول، لأن خيبتنا كبيرة. أن نخسر 4 مرات على التوالي أمر غير سار، خاصة في نادي كمارسيليا. الحديث الآن عن جدول المباريات في بطولة فرنسا المرحلة 35.
تماما. المتصدر هو باريس سان جيرمان كما تعلم حكيم منذ منتصف هذا الأسبوع بفوزه على أرضه في مباراة مؤجلة أمام ماس يحول ضيفا على نوت هذه المرة. المباراة تقام ليلة الأحد. قبل ذلك اليوم يستضيف إيفيون وباستطاعته انتزاع الصدارة ولو مؤقتا بفرق الأهداف. ثانية الترتيب الآن ليون ما زال يؤمن بحظوظه في الفوز باللقب. تماما يلعب اليوم على أرضه أمام إيفيون والثامن عشر في الترتيب. إذا ننظر إلى مباريات اليوم القادمة، اليوم لديه مواجهات سهلة نسبيا في المراحل الأربعة الأخيرة المتبقية، يبدأها ضد إيفيون كما ذكرنا، ثم يلعب مع كون، مع بوردو ومع غين. فارق النقاط بينه وبين باريس سان جيرمان 3 نقاط لمصلحة فريق العاصمة. السؤال المطروح على مدرب اليوم وعلى لاعبي الفريق، هل يعتقدون أن باريس سان جيرمان سيخسر إحدى مبارياته الأربعة المتبقية كي يتمكن اليوم من انتزاع الصدارة منه؟ هذا ممكن، ليسوا بمنع عن ذلك. خسروا في باستيا قبل بضعة أشهر، سيكون عليهم خوض مبارتين صعبتين خارج أرضهم في نونت وفي مونبلييه. ليس من السهل أن يفوزوا هناك، إذن ممكن أن يخسروا، ونحن علينا أن نبذل كل ما باستطاعتنا أن نبذله كي لا نندم في النهاية. نتيجة سيئة من قبل باريس سان جيرمان، نعم ما زلنا نؤمن بذلك، وأن كنا نركز أكثر على ما علينا فعله. يجب أن نبذل كل ما نملك من طاقة كي نضع الضغط على أكتافهم، ولكن من الضروري أن نركز على ما علينا فعله نحن. فريق تشيلسي الآن اقترب من إحراز لقب الدوري الإنجليزي وديع. بعد فوزه 3-1 على ملعب ليستر سيتي في مباراة مؤجلة أيضا من الدوري الإنجليزي، حاليا تشيلسي متقدم بفارق 13 نقطة على مطارديه، على مانشستر سيتي وعلى أرسنال. سيتي خرج من المنافسة، لم يعد باستطاعته الالتحاق بتشيلسي، ولكن أرسنال بما أن لديه مباراة إضافية مؤجلة باستطاعته أن يعود على تشيلسي، ربما يحتاج إلى 3 نقاط لحسن اللقب الآن. أطالب جماهير البلوز بعدم الاحتفال باللقب قبل المباراة المقبلة في ستانفورد بريدج يوم الأحد المقبل. أتمنى بأن يساندوا الفريق في تحقيق فوز آخر ثم بدء الاحتفالات. نحن الآن لن نحتفل باللقب، بل سنفرح فقط بالنقاط 3 بعد تخطي ليستر، وبعد أن قدمنا مباراة أخرى رائعة من حيث الأداء. نهاية الأسبوع وديعة مخصصة لدوري أبطال إفريقيا. إياب الدور ثمن النهائي، نلقي نظرة إلى نتائج الذهاب في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وبشكل خاص إلى الأندية العربية العديدة المشاركة في هذه البطولة، ونرى من النتائج أن لا شيء حسم في مباراة الذهاب، الفرق التي فازت بفارق هدف وهناك تعادلات أيضا. ونختم بنادي الأهلي المصري مهدد من قبل فريق المغرب التطوان. تماما كما شاهدنا، الفريق المغربي كان فاز بهدف لا شيء ذهابا على أرضه، والفريق المصري أي الأهلي هو بطل إفريقيا 8 مرات، خسر ذهابا، إذن سيتواجهان السبت من أجل التأهل لدور الثمانية. والعروض عروض الفريق المصري ضعيفة في الفترة الأخيرة، وطبعا فرضت المزيد من الضغوط على اللاعبين وعلى المدرب الإسباني غاريدو. وائل جمعة مدير الكرة في الأهلي وهو المدافع الدولي السابق قال لن نستسلم، وعلى من بين الغائبين هناك محمد ناجي جدوى الذي سيغيب إذن عن صفوف الفريق المصري الأهلي بداعي الإصابة. كما قال كريم بن مهدي رئيس النشرة، شكرا جزيلا لك وديع في عني على هذه الجولة. نشكره أيضا على هذه الجولة الرياضية الدولية. شكرا جزيلا وديع من جديد. مشاهدينا الكرام، فاصل إشهاري دعائي ونعود، ابقوا معنا.
يخبرنا المرضى الذين يعانون من حساسية الأسنان أنهم يعجزون عن تناول الأشياء الباردة جدا مثل الآيس كريم. يقدم سينسودين حلا بسيطا. لقد أثبت طبيا بأن سينسودين يقلل من حساسية الأسنان. نوصي باستعمال سينسودين. ويقولون لنا بأن هذا شعور أفضل. الآن نتناول الآيس كريم من جديد. ساعتنا الأخبارية.